ينضم إلينا من دبي كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب الأستاذ رائد الخضر للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رائد. إذا لاحظنا التراجع التدريجي الذي طرأ على أداء مؤشر الدولار وأيضا تسجيل أول خسارة أسبوعية لاحظناها مع إغلاق يوم الجمعة، لماذا لا يستمر الدولار يعني الحصول على المزيد من القوة بالرغم من التوقعات برفع أسعار الفائدة المقبل؟ مخاوف الركود العالمي هي التي تسيطر بشكل كبير على آفاق الدولار الأمريكي خلال الفترة الحالية، وأيضا طبعا نتيجة تشديد غير مسبوق في أسعار الفائدة ممكن جدا أن يكون في عندي ضرر على الاقتصاد الأمريكي ببيانات الاقتصادية. الفارقة أو البارقة الإيجابية الموجودة داخل الاقتصاد الأمريكي هي سوق العمل، أما باقي القطاعات فهي تتأثر بشكل كبير جدا بمستويات التضخم المرتفعة بارتفاع التكاليف، وأيضا قوة الدولار الأمريكي تضر بالمشروعات التجارية، لأنه نحن مثل ما بنعرف نحن رفع أسعار الفائدة يعني رفع تكلفة الاقتراض، وبالتالي يعني ارتفاع تكاليف الاقتراض على الشركات، وهذا من شأنه أنه يخفف بشكل كبير جدا من توسع ونمو هذه القطاعات، وهنا تبدأ المشكلة تتزايد بشكل أكبر تدريجيا، لأنه الشركات هذه ارتفاع التكاليف سترفعها على المستهلكين، وهنا ممكن أنه يضغط على المستهلكين وعلى الطلب، وهنا يقل الطلب وتضطر الشركات إلى تقليص نشاطاتها وربما تسريح العمالة، وهذا ما يخشاه. بالتالي الدولار الأمريكي يحاول تسعير هذه الأحداث مسبقا. نعم، يعني رائد، يعني لاحظنا في ظل هذا الحديث عن الركود الاقتصادي لم يستفد كثيرا يعني كل من الفرنك السويسري وايضا الين الياباني من هذه الانباء، بحيث انهما يعتبران من الملاذات الامنه. هل تتوقع ايضا تحرك كبير لهذه العملات؟ لانه هناك فجوه عميقه وكبيره جدا بين مثلا على سبيل المثال الين الياباني والصناعه النقديه، السياسه النقديه في اليابان وما يحدث في الولايات المتحده الامريكيه من حيث السياسه النقديه. السياسه هناك في اليابان تيسيرية بشكل كبير جدا، ومستويات التضخم يعني ليست عائق وإنما لا يزالون تحت مستويات دون مستويات المستهدفة للتضخم، بالتالي السياسة التيسيرية ستبقى لفترة ممتدة. من هذا المنطلق أنت في عندك الدولار الأمريكي الذي يتم رفع أسعار الفائدة فترتفع قيمته، والين الياباني لأسعار الفائدة منخفضة، ويوجد سياسات تيسيرية مستمرة أكد عليها كورودا رئيس البنك المركزي الياباني و شينزو آبي رئيس الوزراء، أنه راح يكون في عنا استمرار بالسياسة النقدية السهلة والميسرة في اليابان. نعم. فبالتالي زوج دولار أمريكي ياباني لمس مستويات 136، وهي مستويات كبيرة جدا لهذا الزوج، ومن ثم عاد للتصحيح بعض الشيء وأغلق الأسبوع عند مستويات 135. أعتقد مع استمرار الشروط الحالية سنعود مرة أخرى لزيارة القمة، لأنه مزيد من رفعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وسياسة تيسيرية مقصودة في اليابان مستمرة راح يشكل عندي مزيد من ارتفاعات الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بلا شك. نعم. بالنسبة للفرنك السويسري فهو تفضل أستاذ رائد. بالنسبة للفرنك السويسري هل تتوقع يعني استمرار في حالة من الارتفاع في ظل هذه الضغوط الموجودة في الأسواق؟ يعني كمان صدم السوق الفرنك السويسري، الاس ام بي او البنك الوطني السويسري قام ب يعني عمليه برفع اسعار فائده بشكل مفاجئ ب 50 نقطه اساس من ناقص 0.75 الى ناقص 0.25، وهو معودنا اصلا هذا البنك على الحركات المفاجئه. نتذكر عندما فك الارتباط ما بين الفرنك السويسري واليورو بعام 2015، تتكرر الان السيناريوهات بالتدخلات المفاجئه من قبل البنك المركزي، ولا نستبعد ابدا انه في عمليه شراء ضمنيه في الاسواق تحدث للفرنك لليورو وبيع للفرنك، بالتالي هذا اللي عم بيخلي عندنا يعني حقيقه الفرنك السويسري لا يرتفع بشكل الكبير جدا، وفقدانه لمستويات الباريتي كان عمليه سهله امام الدولار الامريكي. اجمالا ما ننظر اليه انه انا في عندي رفع لاسعار الفائده، قوه بالفرنك السويسري، سبب ذلك يعني
انخفاض في الزوج دولار أمريكي فرنك سويسري بشكل واضح عن مستويات التكافؤ. الآن هو يعني معرض أنه هبوط حتى دون مستويات 0.95 لهذا الزوج. نعم. حاليا يعني هل نستطيع القول أستاذ رائد بأن يعني في ظل البيانات الاقتصادية التي سيبني عليها الفيدرالي الأمريكي توقعاته فيما يتعلق بأسعار الفائدة، هل بدأت الأسواق فعلا بتسعير نقاط جديدة من رفع أسعار الفائدة؟ نتحدث عن 75 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في الأسواق، وتؤثر وتشكل حالة من التباين في الأسواق؟ سيضطرون بشكل كبير جدا إلى هذه الرفعات في والبيانات تؤكد هذا الأمر، وجيروم باول أكد هذا الأمر في تصريحاته الأخيرة وفي شهادته أمام الكونغرس، وكذلك الأمر أكد أنه ممكن يكون الرفع بواحد بالمية حتى لا تتفاجأ الأسواق. عملية تشديد السياسة النقدية عملية مطلوبة جدا. نعم. لمكافحة مستويات التضخم من الارتفاع بشكل أكبر، فهذا يعزز من أنه قلق المستثمرين إجمالا توجههم نحو ملاذات آمنة بشكل أكبر. وأيضا لا ننسى تأثيرات التوترات الجيوسياسية واجتماع السبع الذي كان في العطلة الماضية، يعني وضح بشكل كبير جدا أن هناك قلق في الأسواق ومزيد من الأكشنز أو التحركات الحادة التي قد تفرض عقوبات أو حتى تضغط على التجارة الدولية والتجارة الخارجية بشكل عام، خصوصا أنه نحن لا نزال لم نتعافى بعد من قطاعات الإمدادات وسلاسل التوريد التي كانت خلال الأزمة الماضية. بالتالي هذا يخلق حالة من القلق والبانيك والذعر من قبل المستثمرين، ويبتعدون بنواياهم الاستثمارية إلى أصول أكثر أمانا أو إلى عوائد أكثر يعني أكثر استقرارا. وهون نحن عم نشوف ارتفاع عوائد السندات الأمريكية على سبيل المثال، لأنه هي أقل مخاطرة وعائد معقول نسبيا. نعم، كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب الأستاذ رائد الخضر كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.